عبد الحق بن شيخة بأن فريقه اتحاد طنجة هو أفضل فريق في الموسم الحالي، على اعتبار أنه فريق عائد لتوه لقسم الكبار، ورغم ذلك فقد استطاع منافسة قوى تقليدية في البطولة، ويقف الآن على أعتاب إنهاء الموسم في المركز الثالث، مؤكدا بأنه يتمنى أن يختم الموسم بفوز على منافسه الرجاء البيضاوي يوم الأحد القادم بالملعب الكبير لمدينة طنجة. ختامها مسك إن شاء الله، ختامها مسك سبيكتاكل. تمنوا تكون مباراة كبيرة باش يعني نساليو بها لا سيزون في المغرب. ختامها مسك، نتمنوا باش نربحوا حنا، لأن مباراة تاع تخلينا في البوديوم في لا تروازيام بلاس. جو سي بلي تكون صعيبة، الطوسي اوسي يعرف، الطوسي قال بلي يعني لا ميور ايكيب في الريتور هذا هي الرجاء من حقه، لأنه سي جوست. عزيز في الفار يقول لا ميور ايكيب في الروتور اللي هي لي فار من حقه، لانه سي جوست. وانا نظن لا ميور ايكيب دو لا سيزون هي طنجه.